الحقيقي عبر الكبار الاسم الهائلي بالوالي. الاحداث الجانحين اللي كيتحلوا على المحكمه. حتى المهنه ديالي لك كانت كره القدم. من بعد الحرب. هو فنان خجول تربى على عرش الأغنية الأمازيغية لعقود من الزمن، ترافقه آلة لوتار أينما حل وارتحل، معتز بانتبائه لجبال الأطلس التي تغنى بجمالها. صوته الحزين وكلمات أغانيه الموزونة لا يمكن إلا أن تؤثر في سامعيه. إنه الفنان محمد الويشا ابن مولاي الحسن ابن سيدي محمد ابن مولاي إبراهيم، أمي لالة عيشة بنت مولاي الحنفي بنت مولاي أحمد، زيادة وخلق مدينة خنيفرة 1950 بين مرير وخنيفرة باش نكونوا واضحين. التحقت بالمدرسة سنة 1956 61 كنت منتهي من المدرسة أنا فنان. 62 تنحي سهرات في خشبات مع فنانين كبار. وجدي جا من ساقية الحمراء، جابا من مولاي الحسن من هوارة من 44، مي شريفة على ويب الغيتية بتافيلت، جات هي والأسرة ديالها لمدينة خنيفرة. عندي 5 د الإخوان، حنا 5 كل واحد مو. با كان تيبيع الدجاج والبيض بالجملة. وكنت أبا لأمي، انني ما بغيتهاش تعب في الحياه لاجل باش تجيق بلقمه العيش من اي طريقه ما. فكنت ابا لامي، قالت لي واش تقدر على الخبز؟ قلت لها غادي نقدر على الخبز، نط نعمل ميدان الفن باش نواجه هاد العدو الكبير وهو الزمان. كيفاش المكتوب يتصرف ويدوز كيف راد العالي يبني ويهدم ويعمر المكان الخالي؟ سولوني على الغرباء وقلت الوالي فيهم بجوج ما قاس حد بحالي، ولكن ملي كنت فنان عندي اسره فيها 30 مليون. اليوم الله راد وجمع الشمل، ما لقيت راسي بانني الله كون ما كون. التحقت بالمعرفه تنسول عليها من ناس من افواه الحكماء والعلماء والاجلاء، دائما كما تنشر انني مبتدئ فدائما تنقلب على وما سوف ياتي. ناديتك بالليل بالليل وضي القمر نقضي مسمان سمرة وكلوطة، وانت ألق تورات بلادي قلبها صار. ناديتك بلسان من خلى الحبيبة وصار، ناديتك بالروح الحنينة والوحداني في سهر. انت ونيس ليلي وراحت الغريب على الدار، انت موال خليلي ورفيق كل جار وجار. ناديتك بالنغمة البكية تقهر الشفار، أمالي تعانى الغريب والغريبة وتشعل الشموع الدار وتشعل الشموع الدار. ناديتك بالليل وضي القمر من قديم زمان سما وكلوطة. تعلمت من الفنون عندنا راديو بعد اولا من 1955،
راديو تنسمع الموسيقى، تنسمع المغني المغاربة، تنسمع الشرق، تنسمع ما هو عزف، ما هو هندي، ما ارتبط بالموسيقى بمعنى الكلمة. كنت ولد سينما، واش من صباح شنا، واش من عبد الوهاب، واش من كلثوم، ورغم من كلثوم ما انخرطتش في ميدان السينما الا سبعة الافلام، ولا سبعة الافلام اللي محمد عبد الوهاب استسمح. المهم شفت فنانين هنا، حضرت في العزاد بشعيب البيضاوي، حضرت في حتى حيا الله هذا المنزل، دازوا فنانين المغاربه كلهم كانوا عازفين على اله لوتار، على القحوبي المرصاوي، هنا اغلبيتهم عرب، القحوبي المرصاوي والاغنيه الامازيغيه. وذاك التلقيح انا كنت نشوف في ذاك الزمان تتنقص شي حاجه، اولا اون كورد باش نديروا لا كاتريام كورد، ثانيا تتنقص باش تكون الالمام بالموسيقى، تضبط نوطه، تقلب على لحن، تقتبس من شي لحن، هذا هي روي شا الحاجت، روي شا خلط شي حاجة، فهمتي؟ لابوراتوار تنصنعوا بها كلام. إلا قلنا يخمم ما غادرين باللحن، ما غادرين واخا نروخ، تتلقى وشحال بكيت عليك وكذا إلى آخره. إذا الدارجة والأمازيغية في المغرب مرتبطين، لا في غنانة ولا في أي، شوف حتى الألحان ديالنا في المغرب كما قالت واحد الشريفة رحمها الله، قالت لك حنا المغاربة غنانا وعزانا بحال بحال، أمومتي أمومتي أيونو أيونو. أولا غادي نبداو ب شنو هي المدرسة الوترية أو ما هو إرث في المغرب. فملي نرجعوا لهاد النوطة تلقاو نوطة سوسية تاش لحيت. أشكي دوا أشكي دوا، السلام عليك دلن، السلام عليك دلن. دي أمثلة نقولوا أنا هوا 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 أخويا المهجر وصبار وكبر، ياك الهجرة تدوز ويدوزو محاين. هذا اللون المرساوي، تنقولوا اللون الأمازيغي. أتا والله همشو فيخ ماينيخ وقاوا وواري، أرتجال وقتا ينوسا همو مضين دا وردات ودا وواوا ألا يقاني غمسات. إذن هادو مقاطع من تراث البلاد، إلا جينا نقولوا دي لا دي 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 عدل عدل ذاك اللي يقول عليك. تنقولوا ها 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 ها. الملحون على حالنا غربت الشمس، وعلى صورنا حطوا غربا الملحون اللي ترجع الاقتباس للإخوان ديالي جيل جلالة في الشمعة ومن غير. إذن هاد التراث هذا اللي هو تنهضروا عليه، هادو مدارس غير نمط بسيط. أما إلا بغينا نرجعوا لما هو الاقتباس من فنون في العالم كله، تنقولوا سهرة اللي وحدي المرحومة أم كلثوم، ياللي رضاك أوهام ويسودي فيك أحلام، حتى القفا محروم من ديرك. بالأغنية الأمازيغية، إناسي ناس حليني ميري
العزف ولو بيد وحدة كي نديرو اكتشفني سي محمد العلوي ما بشرف كان تيلعب مع ستاد ماروكان وكان استاذ ديال الرياضه سنه 1965 وكنت عنده فريل كاميرون مدينه الرباط في ديور الجامع. هو استاذ الرياضه وكاتب كلمات في الامازيغيه عنده مذكرات كبيره. شكرا لسي محمد اولا والناس اللي كانوا معاه. اكتشفوني الناس القسم الامازيغي طلبوا مني ندير لهم جوج تسجيلات، سجلت لهم في القسم الامازيغي. شافني السي احمد ريان راجل بديعه في مقر الاذاعه ادانا العين الشق، باقي عارف الكاميرامان اللي صور وهو العروسي الله يذكره بخير، كاميرا كبيره. اذا هذه البدايه. الله جماع المؤمنين صلوا على النبي كاملين، الجواد الحاضرين صلوا على ابو فاطمه، الله جماع المؤمنين صلوا على النبي كاملين، جواد الحاضرين صلوا على ابو فاطمه. بيبي وصغوي تسمى بيبي وصغوي، هذه كلمات كان تيقولهم واحد الرجل رحمه الله اسمه مولاي ادريس هنا احيو تنسميوه احمق، ولكن هو كان تيقول كلام وفي الاخر تيقولها بيبي وصغوي بحال قلتي واك واك عباد الله. شدينا احنا ديك الكلمه عطيناها وعطاني الاستاذ بعض الكلمات اللي تابعين لابيبي وصغوي، اولني غشان مونور ثريت وعاود غشان مونور بعداش هذا سي خودين وهذا سي درعوه. فانا غنيت هذه القطعه وغنيت قطعه اخرى لبلي يزيد حمول يزيد رحمه الله، وهي يا ثمنو عفم الكي عفم، الاوساط الامازيغيه تيعرفوا هذا الشيء. مشيت للاذاعه لقين الشوق مع سيدي احمد ريان، غنيت هنديه غنيت شي دردشات، فهذا كانت البدايه ديالي. هذيك البدايه خلاتني نستمر، ولكن من الهوات حتى 78 عاد دخلت لبيبان الاحتراف. احترفت اللقاء ديالي الاول مع الجمهور في مسرح محمد الخامس 79 80 التحقت بمؤسسات لتسجيل الكاسيت واستمريت معهم. عاودني غش هنمون جريد ايمان واعاود غش هنمون جريد ايمان هذا سي خودين وهذا سي خدران أتيدا وادو شيبان سحضر غل هو وابيبي وصوي أيمانو عاوني غش هنمون ورثريت أيمانو ما تزوجت إلا 83 مجوج من امرأة بنت خنيفرات وسمى لا فامي أي تعلي وعابا فامي ستوريك 1400 نسمة اسمتها زينب وعابا. عندي وليدات حمد الله وشكر الله بركات للعيشة، هادو ربعة ديال الأطفال تنعيش معهم كصديق حميم كما بغيت الوليدات للمغاربة كلهم. Thank you.
آلة لوتار في الأطلس المتوسط، والأغنية الأمازيغية بصفة عامة في الأطلس المتوسط أفازاز أو الأطلس الكبير. العازف الأول على آلة الكمان كان في قبيلة أيت حديدو، قبيلة أيت حديدو بالأطلس الكبير، وكان اسم هذا العازف بهدا. ولكن في 1490 يعني نهاية القرن الخامس عشر ظهرت آلة الوترة في الأطلس المتوسط على يد العازف الأول يسمى بأبرها من قبيلة إشقرن غيهنا بالأطلس المتوسط. وكان لكل مقلدين أتباع، جات الخمسينات 1950 حمول يزيد رحمه الله، نعينيعة، بوسكري، أحمد، عدد من الرواد تيغنيو بالعربية وبالأمازيغية. وأنا طفولتي وارتباطي بالمنطقة ولا بالأمازيغية ولا العربية اللي كنت نسمع. السيد مكاوي رحمه الله غنى الأرض بتتكلم عربي، هذه الأرض تاهيرة بتتكلم أمازيغي. كانت الأغنية الأمازيغية إنها المسنة، ولم يكن لها إعلام كما هو الشأن اليوم. اقتصر الأمر على ما قلت بما يسمى ببوغانيم، شخص تيستعمل واحد الآلة هوائية في ذاك الزمان. جاءوا الآلات، جاء ألتي وارتباطي بالأغنية الأمازيغية وبلوتار، آلة لوتار اللي تسمى بالأمازيغية بوثيزوت. كنت عاشق للفن، لكن هي اخترتني هذه الآلة وأنا اخترتها. أنا دابا حاليا تنقلب على شي حاجة اسمها الخلود. أهم حاجة هو الجائزة الذهبية بعد رئاسة جلالة الملك نصره الله، كانت في مدينة فاس من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتبعوها جوائز، وقبل منها جوائز اللي لا بغيت نحصيهم أو بغيت نتكلم على هاد الشواهد كلهم. ربما هاد الشيء غادي يحكي على راسه، ربما المشاهد غادي يشوف ذاك الذخيرة ديال المغاربة ماشي ديالي أنا، والأخص الناس خنيفرة ومن طنجة القويرة. هاد الشيء تيشرف، لو جينا نصرفوه في أعمال أخرى غادي يكونوا حاطينه فلوس، لكن حنا حطينا التاريخ الحمد لله. وأي وطن بتاريخه وبتراثه وبثقافته هي الدبلوماسيه ديالو. الكلمه الاخرى اللي بغيت نوجهها لابن ديالي احمد الله، تنتمنى له ياخذ نفس المسار، ولكن يكون عنده داك الصبر الجميل اللي كاين عند بواه.